السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ فيديو اليوم بيكون عن علبة موسم الهدايا من لوكسيتان او الادفنت كالندر من لوكسيتان. بدينا سنة 2019، كل عام وانتم بخير وعساها سنة حلوة عليكم يا رب. في هالفيديو بكمل سلسلة علب الهدايا الموسم الهوليديز 2018، بعدنا مستمرين. اتوقع هذه اخر علبة من لوكسيتان، بعدها موجودة الين اخر شهر يناير. فكرة الادفنت كالندر ان تكون علبة فيها 24 باب او صندوق، تفتحون كل يوم صندوق خلال شهر ديسمبر وتشوفون شو هالمنتجات اللي موجودة. اغلب الماركات عندهم هاي الادفنت كالندر تنزل من شهر 11 تقريبا الين شهر يناير، يحطون احسن المنتجات واكثر منتجات مبيعا عندهم في هالماركة. الاحجام تكون متنوعة ما بين السامبل والديلوكس سامبل والفول سايز حسب كل ماركة. هاي السنة فتحت وياكم كم من علبة، مو كلهم حبيتهم، شيء وايد حبيتهم وشيء نص نص وشيء لا ابدا ما حبيتهم. فاذا انتم حابين تشوفون باقي الفيديوهات في هالسلسله تشيكوا القائمه تحت. واليوم دار لوكسيتان تصميم العلبه بنات وايد حلو، منزلين علبتين، واحده فيها 12 باب وهاي الكبيره فيها 24 باب. تصميم العلبه وايد عجبني، كذا تفتحونها وايد التصميم حلو وانيق. اول مره صراحه تمر علي علبه بهاي الشكل، فتعالوا نفتحها ويا بعض. باب رقم واحد بادي شاور اويل، هذا فيه شيا اويل او زيت الشيا، نسبة تركيز زيت الشيا في هالشاور اويل 10%، مجربتنا من قبل، ريحته حلوة، ينظف الجسم وفي نفس الوقت يرطبه. باب رقم اثنين بادي الترا ريتش لوشن، بادي لوشن لترطيب الجسم بعد بشيا باتر، بس هذا شوي ثقيل. هذا اكثر شيء احب استخدمه قبل النوم في الليل لانه ممتاز للترطيب العميق للجسم للاقدام للايادي، ترطيبه وايد زين. العلبه لازم كل شوي الفها عشان اشوف البيبان وين، والله الحركه وايد حلوه. وبنفس الثيم اللي هو شيا باتر هاند كريم، هذا نسبة الشيا باتر فيه 20%، فهذا ترطيبه بعد قوي، الحجم ممتاز بنات حق شنطة اليد. هذا ليش صغير؟ تحتاجين من نتفل شوية بس عشان تربين الايادي خلال اليوم. رقم 4 الترا ريتش ليب بالم، نسبة الشيا باتر فيه 10%، هذا مو متأكدة اذا انا مجربتنه من قبل ولا لا. باب رقم 5 العطر، هذا ادو تواليت، ريحته ما تجذبني وايد هالعطر اللي هو عليه شكل ورقة الشيا، هي ريحته وايد كذا سترسي حمضيات اكثر، فهذا اللاين ما اظن انه استخدمت وايد من المنتجات، ممكن صابونه السكراب من هاللاين جربتها، بس باقي المنتجات لا، لان قلت لكم الريحه ما مو بانا مو بذوقي. اليوم اكون شايفه الرقم وفجاه ضايعه. اللي ما حبيت انه مو كاتبين شو الاشياء الموجوده على كل باب او مثلا من ورا، اغلب العلب اللي فتحتها انه يكونون كاتبين على ظهر الباب او يوم تفتحين الباب او في الصندوق شو المنتج اللي موجود فيه. في لوكسيتان لا مو كاتبين، بس التصميم حلو. باب رقم 6 هاي العلبة الصغيرة عبارة عن يوث اويل، امورتال ديفاين يوث اويل، ما اظن هذا استخدمته ولا، لان الحين استخدم سيرم من عندهم هاكي وايد حابتنه، سيرم جديد عندهم يوث شي كذا، بس مو بانه اويل لا سيرم. رقم 7 بريشس كريم اللي هو كريم حق الوجه مرطب. باب رقم 8 بعد هذا كريم حق الوجه، هذا استخدمته اظن ما اظن اني استخدمت الغسول من هاللاين، غسول وايد حلو. رقم 9 هذا الشامبو اللي هو 5 essential oils، هذا مجربت انه ينظف يرطب في نفس الوقت ريحته خفيفة بعد حلو، مجربة بعد من الكونديشنر. 10 حاطين الكونديشنر مع نفس الشامبو، هذا حجمه زين حق السفر، انتي سايرة مثلا فندق بتباتين في مكان مال ليلتين ثلاث، زين هذا الحجم ما تحتاجين حجم اكبر. باب رقم 11 او صندوق رقم 11 اللي هو شاور اويل بالالموند، هذا بعد مستخدمتنه من قبل واحبه حجمه كبير، الحجم نوعا ما زين. ميزة هذا الشاور اويل انه ينظف وفي نفس الوقت يرطب الجسم وريحته بعد خفيفة. 12 في شيء انا مجربتنه اللي هي البريشس سوب، هذه صابونة مع صنفرة خفيفة فيها مثل حبيبات الالموند وبعد ريحتها هادية لكن تنظف وتأدي الغرض. اوكي اشوف 14 بس الحين نبغى 13. رقم 13 هذا ملك لترطيب الجسم بالالموند،
بالألموند أو باللوز. جربت إنه ترطيبه حلو بس ترطيبه خفيف، لكن الجسم بسرعة يتشربه. إذا أنت تبون تستخدمين مرطب خفيف على الجسم خصوصا خلال النهار، ما تبون شيء ثياب تلصق عليه، فهذا خيار حلو، ولأن ريحته هادية أحس بعد عملي. أما رقم 14 بعد من الألموند هذا أويل أو زيت لترطيب الجسم، مو بالشاور أويل، لا الأويل نفسه، بعد خفيف، يمكن نوعا ما شوي أتجل من الملك لأنه زيت، وبعد ترطيبه أعمق من الملك بس بسرعة الجسم يتشربه، بعد ريحته هادية. لاين الألموند عندهم ريحته هادية ووايد أحبه. كريم الإيد بالألموند بعد في رقم 15، كريمات الأيادي أحبهم، هذا أصغر حجم عندهم، في عندهم حجم بعد وسط وفي الحجم الكبير. الحجم الكبير ما أعتقد إنه وايد فيه روايح، الوسط فيه روايح مختلفة، وبعد أظن هالحجم الصغير في روايح مختلفة. وايد بنات زين ترطيب، قلت لكم هذيلا ما استغني عنهم، عندي منهم كمية كبيرة، ومن يخلصون دائما اخذ باك اب في عروض لوكسيتان. هالشي احب مجربته من قبل. في باب رقم 16 الصابونة اللي هي بالتشيري بلسم، لاين التشيري بلسم الريحة عندهم واو، وايد ريحة حلوة الصابونة، مع انها مغلفة بس اقدر اشم ريحة التشيري بلسم منها، وايد وايد ريحة حلوة. 17 حاطي لي البادي لوشن بالتشيري بلسم، هلا جربت انه كله ودائما ارجع اخذ منه، فهالحجم حلو حق استخدامين ثلاث، حق السفر بعد عملي، او اذا انت تبون تجربين الريحة وما تعرفين اذا ريحة عيبك ولا لا، هالحجم ترى زين. 18 التشيري بلسم بعد هاند كريم الحجم الصغير، وايد احب ريحته، وايد 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 احب ريحته بشكل عام، اي منتج فيه تشيري بلسم تكون ريحته حلوة بالنسبة لي. 19 كلينزينج ووتر اللي هو بالشيا 3 in 1، اظن ان هذا جربته وحسس لي عيوني، في واحد جربته من عندهم حسس لي وايد عيوني، بشرتي نوعا ما بس عيوني ما تحملت، فاتوقع ان هذا. 20 اللي هو لايت كومفورت كريم، هذا كريم بالشيا باتر بس نسبة الشيا باتر فيه 5% لترطيب البشرة، هذا انسب حق البشرات العادية الى الجافة، بعد ممكن مختلطة يناسبها لان ترطيبه مو بوايد قوي، بس في شيا باتر يعني يساعد على انه يرد للبشرة نظارته وحيويته. 21 في شيء جديد ما استخدمته من قبل اللي هو من لاين الاكوا، اللي هو مويستر بريب اسنس، سيرم خفيف من لاين اكوا، لاين اظن انه جديد عندهم في لوكسيتان، هذا اللاين حق البشرات الجافة يرد لها نظارتها وحيويتها، ما جربت اي شيء من هاللاين، فحجم هالعلبة ممتاز ان اقدر اجرب هالسيرم من حجم 30 ملي، فرصة اجربه اشوف اذا هو يناسب بشرتي ولا لا، خصوصا الحين في الشتاء بشرتي وايد بدأت تجف، فهي في وقته. توني اشوف 22 ما اعرف وين اختفى، حصلت يس 22 اللي هو من نفس لاين الاكوا، هذا الجل حق الوي، احب بعد انا استخدم الجل خصوصا تحت الميك اب بيكون اخف، حق الليل تبون ترطيب اعمق، في النهار غالبا تبون ترطيب اخف، فالجل بسرعة تمتص البشرة اسرع من الكريمات. الباب قبل الاخير 23 وكريم اليد، هذا اللاين انا عيبني جربتنا البادي لوشن شاور جل العطر، ريحته وايد حلوة، ريحة حلوة، لأن العطور اللي عندهم اللي هو لاين لومي أظن اسمه، في منه كذا ريحة، في وردي أصفر بني على مارون كذا، هذا نفس ريحة البني من بينهم، الثلاث مجربتنهم والثلاث حلوين، كل واحد فيهم أنسب الوقت خلال اليوم، الوردي أحس بحلو حق الصبح، الأصفر أوكي بعد حق النهار حلو، وحتى حق المساء حلو، لكن البني كذا ريحته ديب أكثر، أحلى حق المساء. 24 آخر باب العطر، حاطي لي الذهبي، هذا اللي أقولكم ريحته أنسب حق مثلاً النهار وبعد المساء تومين تستخدمينه، هذا من عطور السيجنتشر اللي عندهم. وهذه يا حلوات الأدفنت كالندر من لوكسيتان 2018 أو علبة موسم الهوليديز من لوكسيتان، عيبتني أغلب المنتجات اللي موجودة، ومتحمسة إن في بعض الأشياء ما جربتها أبغى أجربها، بس تعليقي الوحيد إن كل المنتجات مو كلهم، اغلبهم سامبل سايز، حتى مو بديلوكس، بعضهم ديلوكس بس الاغلب سامبل سايز، كنت اتمنى لو ان الاحجام شوي اكبر، هاي ملاحظتي الوحيده على الادفنت كالندر، بس كمنتجات صدق حاطين احلى المنتجات اللي موجوده عندهم، هالشي حبيته، ديزاين العلبه حلو، قلت لكم ملاحظتي الوحيده الاحجام، ان شاء الله عجبكم الفيديو واشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامه.